تستطيع أن تستجلب أو أن تتعايش مع القبيلة لدرجة أنها طرحت ما سمي بالوثيقة النكف. النكف وثيقة النكف القبيلة أو الوفاء القبيلة في هذا الإطار. فالسؤال المطروح أن الحركة الحوثية استطاعت أن تتكيف مع الواقع وأن تغلف كثير من شعاراتها يعني كي تبدو عصرية في مرحلة من المراحل عندما استطاعت أن تصل إلى السلطة كسلطة أمر واقع في صنعاء وبعض المحافظات التي هي مسيطرة تمارسها الآن، ليس فقط بسبب نجاعة رؤيتها فقط النظرية أو أساليبها ورؤاها السياسية فقط، بل أيضا هي تستمد نجاحها في إطار إخفاق الطرف الآخر وهو ما عرف بالشرعية. نعم. هذه الشرعية التي يعني للأسف هي مسمى دون حركة وفعل. فأعتقد أن الحركة الحوثية يعني استطاعت أن تحقق جزءا من أهدافها، استطاعت أن تكون قريبة من بعض البنية الاجتماعية تحديد القبائل، استطاعت أن توظف كثير من المفاهيم الإسلامية، لكن حقيقتها للأسف هي حركة تفتقر ل يعني ما يمكن أن نسميها المقولات الحداثية الديمقراطية السياسية الحزبية، وما زلنا نتحدث عن كما قلت زنابيل وكناديل. ونحن نقول عظمة الإسلام يعني من أهم عظمته أنه جاء معيار التقوى ومعيار الحركة والفعل والمساواة. عندما تأتي حركة تعبر عن يعني عن يعني إسلام أكاد لا أجد أنني غريب عنه مثلا. الإسلام لم يضع فوارق، لا زنابيل ولا كناديل، ولم يضع هاشمي ولم يضع كبيلي في هذا الإطار. إذا أستطيع أن أقول أن الحركة الحوثية ليس فقط بسبب برنامجها وبسبب أيضا قربها وقرب الخارجي الإيراني تحديدا منها ويعني إسنادها، لكن أيضا هي تستمد قوتها وبكائها في المناطق التي تسيطر عليها من إخفاق الطرف الآخر. نعم. كما قلت ما يسمى بالشرعية، لأنه يعني عندما تلاحظ ستجد أنها أكثر فاعلية في إطار على الأقل المناطق التي يعني التي هي مسيطرة عليها. دكتور في قضية الفاعلية، يعني هل من مصلحة ميليشيا الحوثي انتهى الحرب؟ سؤال كبير، لكن انتهى الحرب أعتقد أن لديها برنامج تسعى لتحقيقه. انتهى الحرب بمعنى أن تكون هي احد يعني لا اقول الفرق فقط، هي الطرف الفاعل كما قلت من خلال حتى ايديولوجيتها، هي تتحدث عن ليس فقط على يعني سيطرة على اليمن فقط او جزء من الشمال الى اخره.